أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على أهمية توظيف الفن والمعارض الفنية التي تقام بين الحين والآخر في مملكة البحرين كجزء لا يتجزأ من منظومة دعم الاقتصاد الوطني، معتبرة سموها أن ذلك يبرز الوجه الحضاري للبحرين ووصلت إليه من ازدهار وتطور في شتى المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ونوهت سموها بالجهود المبذولة للاستثمار في الفن والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستضافة الفعاليات الفنية الكبرى لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار وتنمية المواهب والفكر البحريني التي تعد نواة مستقبل الحركة الفنية في البحرين، داعية سموها في هذا الصدد إلى ضرورة توظيف كل ما من شأنه أن يستقطب فئة الشباب من تكنولوجيا حديثة ومتطورة لإبراز مواهبهم وأفكارهم بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. وأشادت قرينة عاهل البلاد المفدى بإبداعات الفنانين البحرينيين وانعكاس فنهم وثقافتهم على أعمالهم الفنية، معتمدين بذلك على مدرسة فنية متميزة ترتكز على إرث إنساني خصب ونبض حضاري ممتد على مر تاريخ البحرين العريق. جاء ذلك لدى تفضل سموها صباح اليوم بافتتاح معرض فن البحرين عبر الحدود 2017 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد كبير من المسؤولين. هذا وتضمن المعرض وللمرة الأولى عرضا لعدد من لوحات صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث وظف سموها الأجهزة الإلكترونية المتطورة لخلق لوحات رقمية تناولت موضوع الطبيعة. كما تم خلال المعرض تقديم عرض فيديو عالم عائم من خلال 32 شاشة عرض ضخمة تضمنت أفلام فنانين عالميين إلى جانب مقتطفات من وثائقيات بحرينية. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور عصر اليوم وحتى 26 من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من فناني البحرين، ليقدم الحدث اندماجا فريدا بين المواهب المحلية والإقليمية والعالمية.
رسالة الفن السامية تتجاوز دائما حدود الكلام، تستطيع أن تترك أثرا في عميق النفس وأن تحرك المياه الراكدة في الوجدان. فن البحرين عبر الحدود معرض اجتمعت بين أركانه لوحات فنية عبرت عن التراث، الواقع، الأحلام والمستقبل البعيد. في هالمعرض أنا ركزت على أسواق البحرين، باب وما بالبحرين، باب الاستضافة، الباب المفتوح لكل الزوار. واخترت ثيمة جديدة من روح البحرين القديمة اللي هي تمثل عبق التاريخ والماضي الحاضر في طريقة تنفيذ الأعمال بهذه الأسلوب وبهذه الإمكانية. الفن هو في الأصل تعبير عن دواخل الإنسان، دواخلنا، مشاعرنا، ظروف حياتنا، تراثنا، تقاليدنا، كل هذه كل فنان يعبر فيها عن طريقته. فإذا كل فنان سوى شيء في هالعمل وهالعمل خرج إلى خارج حدود البحرين فبيترك بصمة جميلة تعرف يتعرف الخارج عن جمال مملكة البحرين. الوالد كان هو دائما كان يحب الفن، ودائما الفن بالنسبة له هو طريقة للتعبير عن السلام والحب، ودائما كان يقول الفنان حتى لو توفى يعيش بفنه، فنه يتم خالد عقبه. الفنانون عبروا من خلال لوحاتهم المنمقة أن رسالة الفن لا حدود لها، وأنها هي المتنفس الحقيقي لأحلامهم وآلامهم وكل ما يتصل بواقعهم. دوري أنا في المجتمع الأوروبي أني أركز على هويتنا، أركز على نحن شعوب تسامح، إحنا شعوب نحترم الآخر. لو ما نحترم الآخر ما نحترم أنفسنا، فهذه القاعدة الأولى. أعمالي دايما أهدي شيء الآخر جزء منك فاحترمه، ونوري إحنا ما أنا شعوب إرهاب. هو أهم رسالة نوصلها حق العالم الخارجي إن البحرين فيها الكثير من الفنانين، من شباب ومن الجيل اللي قبل واللي قبل. فإحنا الصراحة البحرين على صغر حجم بلادنا هي فيها الكثير من كنوز الفن والثقافة، والحمد لله إحنا دائما في المقدمة. مجمل قضايا المرأة أمثلها في لوحاتي، مو قضية معينة، ساعات حزن المرأة، ساعات فرح المرأة، ساعات الأم والهانة. الشيء الوحيد في العالم اللي الناس ممكن ما تختلف عليه هو الفن والرياضة، لأن الأشياء تتحرك وتتكلم بروحها، فما في داعي إن يكون في حدود بينها، فتتحرك إلى كل العالم. الفن هو رسالة ممكن تكون اجتماعية، سياسية، ثقافية، علمية، لأن أنا الواقع دخلت في كل هاي المجالات، فعبرت بفني عن مثلا مجاعة في أفريقيا، عبرت عن تسلط الرجل على المرأة في المجتمع، وعن مأساة فلسطين وأفريقيا. طبعا النجا احنا نحاول احنا ناخذ الفن البحريني وننشره حول العالم عن طريق الفاشن اكسسوارز. فاحنا من كثر ما شفنا لوحات جميله لفنانين بحرينيين ومن الوطن العربي ما قدرنا نقاوم شعور ان احنا نشاركهم مع العالم من خلال الاوشحه والشالات والاشياء المنتجات الاخرى اللي احنا نعملها وننفذها. فن البحرين فن عريق جسد الماضي بكل تفاصيله الجميلة، ولون الحاضر بألوان الربيع، ورسم ملامح المستقبل الجميل، ليكون هذا الفن اليوم رسالة تطوف كل الحدود. لوحات فنية بأنامل سمو الأميرة الفنانة، هذه اللوحات التي تعبر عن واقعنا البحريني الجميل هي أفضل من يمثل فن البحرين عبر الحدود. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.